هنتكلم في الدرس ده عن Mutable versus Immutable Objects. الكائنات في البايثون تنقسم لنوعين ملهمش تالت. أول نوع هو القابل للتعديل والتغيير بعد إنشائه، والنوع الآخر هو النوع الغير قابل للتعديل أو التغيير بعد إنشائه. إزاي أعرفهم؟ عن طريق استخدام الدالة ID. نعمل اختبار بسيط بيها تقدر تعرف الكائن ده قابل للتعديل وتغيير قيمته بعد إنشائه ولا لأ، زي ما هنشوف مع بعض. احنا دلوقتي في البايثون شيل او في الاي دي ال اي، لو جينا عملنا متغير سميناه اكس يساوي مثلا 5، وبعدين جينا قلنا له اطبع لنا الاكس ده، هوت هيجيب لي ان الاكس يساوي 5. لو جينا قلنا له التايب بتاع الاكس ده هوت، هيقول لي ان هو انتجر. لو جينا قلنا له الاي دي بتاع الاكس ده هوت، هيقول لي ان هو اي دي رقم كده بينتهي اخره ب 44. لو جينا بقى ان احنا نغير قيمه الاكس دوت، احنا لازم نكون عارفين من البدايه ان الموست فاندمنتال تايبس، موست فاندمنتال تايبس او الانواع الاساسيه في البايثون زي الانتجرز الاعداد والنصوص والكلام ده كله اميوتابل. اميوتابل يعني غير قابله للتعديل بعد انشائها. يعني لو جيت تعمل الاكس يساوي 4، انت مش بتغير في قيمه الاكس اللي فوق، بالعكس انت بتعمل متغير تاني خالص اسمه اكس تاني غير الاكس الاولاني، او بتخلي اكس يشير لريفرنس تاني تحديدا في الرامه بتاعتك وتسند له القيمه 4. فلو جينا ان احنا نقول له الاي دي بتاع الاكس ده هوت، هتلاقي الاي دي بتاعه مختلف عن الاي دي الاولاني ده هوت، او بالتالي دول تو ديفرنت فاريبلز، اتنين مختلفين عن بعض تماما. لو جينا بقى نرجع الاكس يساوي 5 تاني، هيروح يعمل فاريبل اكس، هيحاول ان هو يعمل فاريبل اكس ويسند له قيمه 5، بس في الاول هيبحث في الرامه، هيلاقي فعلا ان في فاريبل اسمه اكس وقيمته اسمها 5، وبالتالي هيرجع لنا الاي دي بتاعه ده هوت. يعني معناها انه رجع لنا ريفرنس على فاريبل كان موجود، ما راحش عمل فاريبل جديده، وبالتالي استخدام اقل للرامه، وده طبعا ذكاء منهم. لو جينا نعمل الاي دي على الاكس هنا، رجع لنا نفس الاي دي اللي بينتهي 44 اللي كان اولاني، يعني هو ما راحش عمل لنا فاريبل جديد ولا حاجه. معظم الانواع الرئيسيه في بايثون غير قابله للتغيير، يعني مثلا عندك الارقام والنصوص والتوبلز، توبلز دي كولكشن كلاس، غير قابله للتغيير. الانواع القابله للتغيير بقى زي الليستس والديكشناريز، القواميس واللستات، تمام. كمان الكائنات اللي انت تقدر تبرمجها بنفسك وتخلي فيها القدره على ان هي تتغير اثناء الران تايم بتاعك. بكده نكون شفنا مع بعض نبذه بسيطه عن الميوتابل فيرسس اميوتابل اوبجكتس ان بايثون. اشوفكم على خير الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.